مش طالع. لا واضح ان احنا عندنا مشكلة في اصدار القوانين عموما الفترة دي. طبعا في مشكلة بس خلي بال حضرتك من حاجة، يعني ناس كتير تتكلم على والشرق الاوسط الكبير والفوضى الخلاقه ومش عارف ايه وتقسيم مش عارف ايه، واحد يحط لي خريطه والمصر هتتقسم لدوله فين ودوله نوبيه ودوله مش عارف ايه. يا اخوانا المنطقه بتفك، وبالتالي لما يطلع حد من مشايخ السلفيه هناك يقول احنا مش عايزين نصارى عندنا في القريه، طب خلاص جمعوهم في مكان واحد بقى ونقسم البلد. يعني ما ينفعش، في منتهى الخطوره، لازم يطبق القانون، وقانون صارم عداله يعني لا تميز بين الناس. أي حد يعني يطلق مثل هذه التصريحات من أي جانب يطبق عليه القانون وبصرامة. لكن طالما الناس مش شايفة في تطبيق قانون خلاص. طب حضرتك شايف أن مشاكل الفتن الطائفية في مصر بدأت تظهر بالفعل من بداية 2010 ولا بدأت تظهر بشكل أكبر بعد الثورة؟ لا يعني حرام اقول انها بدات تظهر اكتر بشكل قبل الثوره بعد الثوره، لا هي موجوده. انا بقول لحضرتك اول حادث طائفي في الخانكة 72 من زمان جدا. من 72 طبعا. ولو عايز ترجع ل 1910 1911 هنلاقي من المؤتمر اللي كان في اسيوط لدوله قبطيه، والمؤتمر اللي كان في الازهر في القاهره 1911. يعني المشاكل، احنا مشكلتنا ان احنا عندنا فضيله النكران، يعني مش عايزين نعترف. نقول لك نسيج الامه، لا عندنا مشكله كويس، والمشكله موجوده ومش موجوده عند اللي بيحكم، موجوده في ثقافه الناس الرجل العادي. يعني لو تشوفي تقري الحوارات امبارح يقول لك اصل منظر الصليب بيستفزنا. يعني ما فيش قبول، ما هو الصليب ده جزء من عقيده انسان، فاهم ازاي؟ فاللي عايز اقوله ايه؟ المشكله انه مش بنعترف بالمشكله، لو احنا اعترفنا بالمشكله هنبدا نعالجها، فاهم ازاي؟ فاللي انا عايز اقوله كمان انه بعد الثوره، يعني انا بلاحظ انه كل ما قربنا من خطوات مهمه في الانجاز بتحصل لنا مشكله. يعني حضرتك شوفي السفاره الاسرائيليه اقتحمت امتى، شوفي كل ما بدانا نطلع خطوه الثوره فيها تنجح وتاخد خطوه، شوفي ليله محاكمه ليله مسؤول مبارك قدام المحكمه، اي مره تلاقي تدمير وتكسير، شارع رهيبه. جمعه استرداد الثوره يبقى فيها ثلاث فتن طائفيه في محافظات مختلفه. انا لا استبعد ده، يعني مش عايز منظم. مش عايز اقول نظريه مؤامره، لكن في حد، لانه اصل خلي بالك الثوره دي كانت ايه؟ كانت ثوره مصريين رفعوا شعارات مصريه وغنوا لمصر. ما حدش رفع شعارات دينيه في الثوره ولا شعارات ضد اسرائيل. كانت ثوره عيش حريه كرامه عداله اجتماعيه، يعني شعارات مصريه اصيله، ما كانش في راي غير العلم المصري، صح؟ صحيح. بعد كده بدانا نشوف العلم السعودي، يعني فاهم ازاي؟ فاللي عايز اقوله انه 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 وكان هناك محاوله لعقاب من قاموا بالثوره وعقاب الجزء المصري في الثوره، لان المصري قام على المسيح والمسلم. فبالتالي لما اجي انا اللي حضرتك بتقوليه بدا يوصل لبعض المسيحيين في مصر انه الله الثوره الجميله اللي كنا بنغني لها ومتفائلين بيها وقلنا مواطنه وحقوق انسان ومساواه، لا ده يعني ده الناس بتروح تكسر بقى وبتهدم وتعمل. فبدات بعض الناس تروج لمقوله ان الثوره ادت لمزيد من الفتن الطائفيه، في حين في الحقيقه دي مرتبه، وانه مصر بتعاني من شقاق طائفي من بدايه السبعينيات. طب لو رحنا دكتور للموضوع الثالث وهو يعني تخصص حضرتك، الصراع العربي الاسرائيلي وطلب السلطه الفلسطينيه بالعضويه الكامله في الامم المتحده، حضرتك شايف هيمشي ازاي في الفترة الجاية، خصوصا ان امريكا دلوقتي مش عايزة تستخدم حق الفيتو، يعني هي بدأت بالتهديد بان هي هتستخدمه في الاخر، طبعا الشكل العام امام كل دول العالم دلوقتي مش عايزة حتى تستخدمه. انا هقول لحضرتك، شوفي خلينا نقول من الاول، يا ريت حضرتك تبعت المايك شوية عشان الصوت يكون اقوى. خلينا نقول من الاول ان ابو مازن كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية مش بتاع مواجهة ولا بتاع صراع، هو عايز يحل من خلال مفاوضات، بس في المفاوضات ما فيش مفاوضات، ماشي؟ فبالتالي خد قرار بانه لانه من سنتين، من ثلاث سنين، من ساعة مجيء اوباما او قرب ثلاث سنين وقالوا له هتتحل، وبعدين جمدوا البناء في المستوطنات جزئيا، بعدين رجع قال احنا عاجزين عن مجرد تجميد البناء في المستوطنات ثلاث شهور، فما فيش مفاوضات.
فالراجل عشان يعمل يعني يحرك الموقف قال انا هروح مجلس هروح الامم المتحده. كويس. طبعا الامم المتحده ده استفز الاسرائيليين والامريكان. الولايات المتحده الامريكيه كان ممكن تستخدم الفيتو بس نتيجه الاجواء اللي موجوده في العالم العربي عارفه ان استخدام الفيتو معناه يعني تعرض المصالح الامريكيه لمخاطر شديده. مجلس الامن 15 دوله، قرار بيصدر بتسعه من 15 بالظبط. فالولايات المتحده الامريكيه عايزه تامن سبعه يرفضوا او يمتنعوا عن التصويت. بس لحد دلوقتي سبعه يعني اعتقد ما رفضوش، سبعه مع ما هو احنا عشان يطلع قرار محتاجين تسعه. محتاجين تسعه. تسعه من 15. منهم قد ايه دائمين؟ اعضاء دائمين؟ لا، ما هو المجلس فيه خمسه دائمين بالزبط. اي واحد يعترض القرار ما يطلعش. وفي 10 غير دائمين. عشان القرار يطلع لازم يطلع بتسع اصوات من 15 بشرط حتى لو اعترضوا السته مش مشكله. بس المهم ما تبقاش فيهم دوله دايمه معترضه، ممكن الدوله الدايمه تمتنع عن التصويت والقرار يطلع. فلو تسعه وافقوا وسته امتنعوا عن التصويت او سته من غير الدائمين اعترضوا القرار يطلع. امريكا اللي بتعمله دلوقتي انها تمنع تشكيل التسعه دول. عشان كده يعني الفلسطينيين معاهم سبعه لغايه دلوقتي. كويس؟ في دولتين الامريكان بيلعبوا عليهم دلوقتي اللي هي البوسنه وكولومبيا، وغالبا الامريكان امنوا البوسنه يعني. وبالتالي القرار بس مش هيطلع يعني مش هيطلع بدون فيتو يعني من غير ما امريكا تضطر تستخدم الفيتو. بس ده مش معناه نهايه المطاف لان معناه ان الفلسطينيين هيروحوا للجامعه العامه للامم المتحده. في الجامعه العامه للامم المتحده كل الدول سواسيه ومفيش فيتو، فبالتالي هيطلع القرار باغلبيه التلتين. بس ده يعني الاعتراف بالدوله الفلسطينيه اخلاقيا سياسيا، لكن لن تصبح عضوا في الامم المتحده. عشان تصبح عضو في الامم المتحده لازم يصدر قرار مجلس الامن. والمجلس الامن مقفول قدامنا بسبب الموقف الامريكي. فبالتالي لكن اللي انا عايز اقوله ان الخطوه حتى لو انتهت بقرار من جامعه الامم المتحده هي مربحه ووضعت القضيه الفلسطينيه فعلا على مرحله جديده. واذا عندهم النيه اهلا وسهلا المفاوضات تبدا وكده. ما كانش كده، انا اعتقد في الفتره اللي جايه ممكن يبقى في خيارات فلسطينيه كتيره سلميه لانتزاع الدولة الفلسطينية. بس في دلوقتي ضغط من كل دول العالم على الولايات المتحدة، حضرتك يعني تتوقع رد فعلها ايه في الاخر؟ احنا بدأنا بتهديد وبعدين غيرنا رأينا، ومرة نستخدم الفيتو وبعدين لا مش هستخدم حق الفيتو، بس هضغط على باقي الدول. اخر شيء او اخر تصرف ممكن تصرفه الولايات المتحدة هيكون ازاي؟ يعني انا هقول لحضرتك، يعني عاده الولايات المتحده الامريكيه حتى في الحرب البارده ما كانش لازم هي تستخدم الفيتو. كانت تطلب من بريطانيا انها تستخدم الفيتو، ان بريطانيا عندها فيتو. ما هي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحده. والصين وروسيا مؤيدين. مؤيدين. لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحده يعني ما قالوش، يعني فرنسا وبريطانيا ما قالوش موقفهم. وما اعتقدش يستخدموا الفيتو، لو هيستخدم هتستخدم الولايات المتحده. لكن الولايات المتحده عارفه انه 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 موقفها صعب. لكن في نفس الوقت اوباما على شفا انتخابات، قريب من انتخابات. العلاقات الامريكيه الاسرائيليه لا زالت قويه، هناك تبني امريكي لاسرائيل، وبالتالي الولايات المتحده لن تمرر قرار الاعتراف بالدوله الفلسطينيه في مجلس الامن. بكل الطرق لو ما لو الفلسطينيين نجحوا في تامين تسعه عشان يطلعوا القرار هتستخدم فيتو. فهي بتحاول دلوقتي انها ما تستخدمش الفيتو عشان منظرها ما يبقاش وحش قوي. تقولوا ما هم ما امنوش التسعه من الاول، ويجيب لك دوله زي البوسنه يخليها تعترض على الدوله الفلسطينيه. فيعمل يقول لك ما هو البوسنة اعترضت. فبالتالي اخر قرار ليهم لو الفلسطينيين امنوا تسعه هيستخدموا فيتو، لو ما امنوش تسعه يبقى خلاص القرار مش طالع. الجامعه العامه المتحده ببساطه هتاخد القضيه الفلسطينيه التلتين. لكن اللي انا عايز اقوله انه غالبا هيبقى في جهد امريكي بعدها لمحاوله اصلاح الصوره وربما استئناف المفاوضات في فتره قريبه. طب لو تم رفض هذا الطلب بالنسبه لفلسطين، ايه الخطوه المفروض يتخذوها بعد كده؟ وايه الاستفاده من هذه المحاوله من البدايه؟ لا، هي وضع القضيه على بقيه الشغل الشاغل للعالم كله دلوقتي بعد القضيه الفلسطينيه. ما كانت نايمه خالص، محدش بيسمع عنها، وكان وكانهم عايشين في دوله وابو مازن بيسافر وبروح بيجي. لا، اتحطت على وسيره المشكله بشكل كبير. انا اعتقد الـ الخيارات كثيره جدا. من اول ان الامريكان والاسرائيليين من خلال اللجنه الرباعيه يقولوا يلا نستنى في المفاوضات، لانه خلي بالكم الوضع في مصر اتغير، في تركيا في مشكله، الثورات في العالم العربي عامله يعني عامله تغير، لغايه انه ممكن في بعض الاصوات اللي بتطالب بفك السلطه الفلسطينيه وجعل الشعب الفلسطيني في واجهه الاحتلال الاسرائيلي. يعني نعود الى ما قبل اتفاق اوسلو
وده إسرائيل لا تحتمله، لأنه يعني احنا مش عايزين نقول إسرائيل بتستفيد من الوضع الراهن، لا، عندهم أزمة وعندهم أزمات داخلية، وهناك تيار داخل الولايات المتحدة الأمريكية يرى أن العلاقات مع إسرائيل بدأت تسيء لمصالح وصورة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو أمريكا استخدمت فيتو، مؤكد في سفارات أمريكية هتتهاجم، فهيقولوا أن ده نتيجة مش الناس اللي بتهاجم السفارة بتاعتنا دي مش لسبب حاجة إحنا عاملينها، ده بسبب تبنينا لإسرائيل. ففي تغيرات كتيرة جاية، بس إحنا زي ما بنقول إحنا ما عندناش ديمقراطية من 60 سنة، فخلونا ناخدها واحدة واحدة. أنا عايز أقول القضية الفلسطينية قبل كده من 48 أو من 47، لكن خلونا نقول نبني في عدة أشهر مش بين يوم وليلة. دكتور عماد جاد، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بشكرك جدا، نورتنا. وأحداث كتيرة جدا سياسية فعلا تحتاج ان احنا كل فترة قصيرة جدا نناقشها من البداية. بشكر حضرتك، نورتنا.